اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج همزه وصله ونقطه حوار جديده نلتقي فيها حول فكره من الافكار التي نتحاور ونتناقش حولها حتى نصل الى نقطه التقاء دائما وهي نقطه همزه الوصل ما بيننا وبينكم. هي نافذه جديده للتعاون والتفاهم واللقاء بين جميع المواطنين وبينكم في هذا البرنامج الهام همزه وصل. اذا هذه النقطه اليوم نتحدث عن موضوعات متشعبه وموضوع مهم للغايه وهو نقطه وشريان جديد يفتح ما بيننا وبين افريقيا. التقيكم بعد هذا الفصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتحدث عن نقطة التقاء جديدة وفتح آفاق ما بيننا وبين القارة السمراء بعد طول انقطاع وبعد فترة من الزمن. تعود إلينا اللقاءات والمشاورات وكذلك نفتح نافذة جديدة ما بيننا وبين السودان وبيننا وبالتالي بين جميع الدول الإفريقية. إذن هو ميناء قسطل أشكيت الذي يفتح نافذة جديدة للتعاون ما بيننا وبين جميع الدول الإفريقية. هذا الميناء كان يشغلنا طويلا حتى فترات سابقة إلى أن جاءت النقطة الفاصلة وتم افتتاح هذا الميناء منذ أيام معدودات، وبذلك ترتفع نسبة التجارة ما بيننا وبين السودان على وجه التحديد وكذلك ومنها إلى جميع الدول الأفريقية لكي ننقل مصر نقلة حضارية ما بيننا وبين الدول الأفريقية. إذن نتشاور في هذا الحلقة حول موضوع مصر والسودان والعلاقات الثنائية وكذلك بيننا وبين الدول الأفريقية وانعكاس هذا الميناء البري الهام على الدولتين بالتحديد مصر والسودان، لنرى هل سيكون له فارقة أمل جديدة لتحسين العلاقات ما بيننا وبين القارة السمراء، وكذلك هل سيكون له انعكاسات على الاقتصاد القومي المصري وكذلك السوداني. هذه موضوعات متفرقة يعني نراها مع حضراتكم. إذا ننوه حضراتكم مرة أخرى لبرنامج التواصل أو تواصل معنا عبر همزة وصل على الفيسبوك وتويتر وكذلك الاتصالات. إذا نلتقيكم أيضا بعد هذا التقرير. يعد ميناء قسطل البري بمثابة أهم بوابة مصرية على إفريقيا، حيث سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والقارة الإفريقية، بإضافة سوق حرة جديدة تعمل على تنمية الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والبضائع بين شطري وادي النيل. من جانبه أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة على هامش مشاركته في افتتاح الطريق الدولي الحدودي قسطل أشكيت الرابط بين مصر والسودان، أكد على أهمية التنسيق المصري السوداني لدعم منظومة التعاون اللوجستية واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحرية وتسهيل دخول الأفراد ونقل البضائع. وأشار الوزير إلى أن الطريق يعد انطلاقة جديدة في العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وبخاصة المجال التجاري، فضلا عن أن الطريق سيساهم في تحقيق بعد جغرافي جديد لمصر على القارة الإفريقية. وأضاف عبد النور خلال افتتاح المنفذ أن الحكومتين المصرية والسودانية لديهما إصرار ورغبة أكيدة لتطوير المنافذ والمعابر بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي بين شعبي وادي النيل. المهندس هاني ضاحي وزير النقل أكد من جانبه أن حجم التبادل الحالي بين مصر والسودان يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا، ستزيد بنسبة 14% خلال العام الأول لتشغيل المنفذ، مضيفا أن المنفذ نتاج التنسيق بين الإرادة الشعبية في البلدين الشقيقين لتشغيل عدة منافذ بينهما ما يحقق لهما النمو والتقدم. الجدير بالذكر أن مصر والسودان عضوان في برنامج تسهيل التجارة الذي يجرى تنفيذه في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وتضم إلى جانب مصر والسودان كل من السعودية والأردن والعراق، وتستهدف تعزيز ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود، بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي عربي.
إذن استمعنا مشاهدينا الكرام لهذا التقرير الذي احتوى على العديد من المعلومات ما بين ميناء قسطل وأشكيت المصري السوداني، بارقة أمل جديدة ونافذة جديدة ما بين البلدين لكي تفتح آفاق جديدة. من المتوقع أن تصل حجم التجارة إلى 14% بالتقريب ما بين البلدين من خلال هذا الميدان، ما هذا الميناء وكذلك 5 مليارات جنيه مصري هو حجم التبادل التجاري بالتقريب ما بين جميع الميناءين وبين البلدين على وجه التحديد. كذلك مشاهدينا الكرام نهم مرة أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر، همزة تواصل إي جي هو موقعنا لمن أراد التواصل معنا عبر هذه الصفحة. إذن مشاهدينا الكرام أتحول لمناقشتكم وماذا قلتم في هذا الموضوع، ولكن مع زميلتي بزمة الشاعر. مساء الخير يا بزمة. شكرا لك عمر. بالفعل وردت إلينا الكثير من التعليقات عبر فيسبوك وننتظر المزيد، والسؤال هو ما دور ميناء قسطل في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان؟ ونبدأ مع أسامة السيسي الذي يقول: أولا تحياتي لأسرة البرنامج، أكيد ميناء قسطل سيساعد الجانبين المصري والسوداني في جميع المجالات وخصوصا الاقتصادية لما تشهده الجانبين من زمان في تبادل التجارة، ولا بد من الجهات الأمنية أن تحذر من المتسللين. أيضا أبو أحمد ناصر يقول: أكيد فتح ميناء قسطل خطوة هامة جدا لدعم مصر والسودان نظرا لوجود عدد كبير من المصريين يستثمرون في مجال الزراعة بالسودان، فهذا المعبر سيخدم هؤلاء وسيفتح المجال في استيراد المواشي من السودان وسيوفر كمية كبيرة من اللحوم وسيكون مصدر خير إن شاء الله. محمد رجب يقول: ميناء قسطل سيعمل على زيادة حجم النقل التجاري بين البلدين وسيحقق تطور في المجال الاقتصادي واستيعاب أعمال جديدة في البلدين، وسيعمل على تعزيز الاستقرار بين حدود البلدين. كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا، والآن عودة مرة أخرى لزميلي عمرو. إذن بالطبع بسمة سنتواصل معك على مدار الساعة لنرى الجديد لديك في هذا الموضوع، ماذا قالوا أيضا مرة أخرى عبر هذا الموضوع، ونظر مرة أخرى مشاهدينا الكرام نتواصل هذه المرة مع من تابعونا ومن تواصلوا معنا في هذه المرة. دكتور مختار غباشي من المركز العربي للدراسات السياسية هو نائب رئيس تحرير، ودكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ودكتور محمد أناير خبير ومحلل اقتصادي من السودان. أهلا بكم جميعا، وأبتدي أولا مع دكتور مختار غباشي من المركز العربي للدراسات السياسية. تحياتي دكتور مختار، أهلا وسهلا. دكتور مختار، دكتور مختار غباشي. طيب إذا نتحول لدكتور هشام إبراهيم وأعود مباشرة بعد ذلك إلى دكتور مختار. دكتور هشام أهلا بك. خير، أهلا وسهلا دكتور هشام، مساء الخير. دكتور هشام حضرتك أستاذ متخصص في التمويل والاستثمار، إذا ما العوائد الاقتصادية المتوقعة من فتح هذا الميناء على مصر والسودان؟ وإذا كنا بالأساس نأخذ مصر أولا، العوائد إلى أي الكفتين سترجح، إلى مصر أم للسودان، أم كلاهما سيكون لهما بالتماثل استفادة من هذا الميناء؟ لا، هو في بالتأكيد فيما يتعلق بالعلاقات الدولية مهم هو أنه يكون في مصالح مشتركة لأي أطراف بتدخل في إطار الاتفاق، يعني مهم قوي انه تكون الاستفاده لكلا الطرفين بالشكل اللي يشجع ويحفز على الاقدام على بس هذه المشروعات مستقبلا، فمؤكد في استفاده للجانب المصري وايضا للجانب السوداني. الحقيقه لو هنعدد الاستفادات، الحقيقه عايز ابدا بالاستفاده الاستراتيجيه او الامنيه او القوميه، باعتبار انه من شان تنشيط اي علاقات فيما بين الدولتين مصر والسودان انه بدايه يخلق تنميه عمرانيه، لانه مؤكد حينما لا يكون هناك تنميه عمرانيه يتم ترك المجال للمزيد من العمليات الارهابيه او ما الى ذلك، وبالتالي مهم قوي انه يحدث تنميه عمرانيه في الشريط الحدودي فيما بين مصر والسودان. الامر الثاني انه بالتاكيد ده بينعكس بالايجاب على زيادة العلاقة وقوة العلاقات الاقتصادية فيما بين الجانبين، سواء كان كنا نتحدث عن الجانب الاستثماري أو الجانب التجاري، أو الأهم هو حركة المواطنين من كلا الجانبين، يعني الجانب المصري منه العلاقات فيما بين الشعب المصري والشعب السوداني متداخلة على مدار عقود طويلة، وبالتالي مهم أوي يكون في انسياب في الحركة فيما بين المواطنين من الجانبين. طيب دكتور هشام،
يعني إذا كنا نتحدث هذا عن السودان فقط، فإذا تحدثنا عن الجانب الآخر وهي علاقتنا أو بوابتنا لأفريقيا بعد طول انقطاع، وكما تعلم حضرتك أن في انقطاع لسنوات وسنوات طويلة، وتحديدا منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هل من المتوقع زيادة حجم التجارة فيما بيننا في هذه الفترة؟ معقد، لأنه من شأن حدوث استقراج وتوطيد أواصر العلاقات فيما بين مصر والدول الأفريقية من خلال خلق قنوات، فكنا نتحدث عن خطوط طيران أو نتحدث عن معابر أو ممرات مائية، كل ده بالتأكيد بيساعد على عودة مرة أخرى العلاقات فيما بين مصر والدول الأفريقية. خلينا نؤكد على حقيقة أنه مصر هي بوابة القارة الأفريقية، مصر لها تاريخ طويل في نضال الشعوب الأفريقية، مهم أنها ترجع تاني تتبوى مركزها القيادي في القارة الأفريقية كي تكون متحدث ومشارك بشكل أساسي في المحافل الدولية. فمسألة إيجاد معابر مؤكد أنها خطوة في الطريق الصحيح. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور هشام، تحول إلى دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور مختار. أهلا بك يا فندم، وأهلا بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور مختار. نتحدث عن الجانب السياسي، الانعكاس السياسي مباشرة لافتتاح ميناء قسطل الشطور الجديد ما بين مصر والسودان، هل نتوقع انفراجة نوعية في علاقتنا السياسية مع الدول الأفريقية بسبب هذا الميناء؟ يعني بالتأكيد أنا أتوقع هيكون هناك انفراجة بالتأكيد بيننا وبين السودان على وجه الخصوص شماله وجنوبه، ودي نطاق مهم جدا خلينا نفترض فيه، خصوصا مسألة سد النهضة، ومن الممكن أن يكون سبيل لتعزيز التبادل التجاري ما بين الطرفين. وبالتأكيد أن هذا الميناء هيكون بوابة مهمة جدا للدخول إلى قارة أفريقيا بحكم تقليل حجم تكلفة نقل البضائع وسرعة نقلها، وإن تكون السودان هي بوابة طبيعية للوصول البضائع المصرية إلى أفريقيا وواردات من أفريقيا إلى مصر، ودي مسألة مهمة جدا على النطاق السياسي والاقتصادي. طيب دكتور مختار، لو تحدثنا عن النقل النوعية في اللوجستيات ما بيننا وما بين الدول الإفريقية في هذا الشأن، يعني ماذا نقول إذا كنا نتحدث عن لوجستيات جديدة وعمليات تسهيل النقل فيما بيننا وبين الدول الإفريقية والقارة السمراء؟ شوف، ابتداء المهم تعزيز العلاقات بينك وبين السودان، لانك انت العلاقات التجارية بينك وبين السودان الى حد كبير جدا متأثرة بدرجة او باخرى. هذا الميناء اللي تم انشاؤه على 60,000 متر مربع بتكلفة في حدود 47 مليون جنيه، وبحكم قربه من المجزر الآلي اللي موجود على طريق قفص الحلفة، ده الى حد كبير جدا هيعزز مسألة تجارة اللحوم، ودي كانت تأثرت في وقت من الأوقات، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية انك انت من الأهمية ان تكون تعزيز التبادل التجاري بينك وبين السودان شماله وجنوبه جزء من تعزيز التبادل التجاري بينك وبين قارة أفريقيا، وده البوابة الثانية الأكثر أهمية. خليك اخلق تكامل او تكاتل بينك وبين السودان كدولة، عزز التجارة البينية بينك وبينها، حط سياستك الخارجية في نطاق المصالح المشتركة بينك وبينها، قلل تكلفة التجارة البينية وعبور الافراد والامور التجارية بين الدولتين، من الممكن ده ان هينعكس بالطبيعي او بالايجاب على اي علاقات تجارية بينك وبين قارة افريقيا. طب دكتور مختار، كان دكتور هشام هو استاذ للتمويل في جامعة القاهرة كان بيتحدث عن أن لابد من إجراء بنية تحتية وبنية مجتمعية كاملة على هذا الشريط الحدودي وبالتحديد في هذه المنطقة، يعني كيف ترى ذلك الطرح أو ترى الاقتراح؟ شوف، هو الميناء عشان نبقى عارفين هو فين، هو الميناء شرق بحيرة السد العالي وعلى خط الحدود الدولية واللي بينك وبين السودان. قيمة الاستثمارات الموجودة فيه في حدود 76 مليون جنيه، ودي لحد ما استثمارات معقولة أو مقبولة في هذا النطاق. وكان نتاج طبيعي لأربعة جانب السوداني، والمقدرات المفترضة فيه انها تعزز هذه التجارة بنسبة سنوية قدروها كثير جدا من الخبراء في حدود 14%، بجانب بقى ايه؟ بجانب انها هيساعد في انشاء مناطق لوجستية، وقيل ان هذه المناطق هتنشأ على 3 مراحل، كل مرحلة تتراوح بين 2 و3 سنوات، وناهيك عن يعني رسوم عبور الشاحنات والبضائع وغيره اللي هتقوم ما بين الطرفين. فمن
من الممكن انك انت وانت بتقوم بهذه العمليات بالطبيعه هيكون اماكن لاقامه افراد ومدن جديده ربما سوف تنشا في هذه المنطقه، ودي مساله المفترضه ان تكون النظره فيها على ابعد مدى. طيب ارجو ان تبقى معي دكتور مختار، اتحول لدكتور محمد أناير خبير ومحلل اقتصادي من الشقيق السودان. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير ومرحبا بحضراتكم. الاخبار اهلا وسهلا دكتور محمد. دكتور محمد، بنتكلم عن هذا الميناء الجديد واثاره مباشره على مصر والسودان، هل بوجهه نظرك احنا تاخرنا كثيرا لانشاء مثل هذا الميناء حتى نكون هناك تكامل بيننا في كل المجالات وفي كل النواحي الاقتصاديه وكذلك على مستوى نقل الافراد والبضائع؟ بالتأكيد تأخرنا كثيرا في إنشاء معابر أو طرق طلبة مصر والسودان، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. وأنا برأي أنه ليس هذا الطريق فقط الذي يجب أن يستثمر، ولكن هناك ثلاثة طرق شبه مكتملة تماما، من الطريق الساحلي نسأل الله أن يتم افتتاحه في المدى القريب بإذن الله تعالى، وكذلك طريق أربين إلى مصر طريق آخر، وده إن شاء الله برضو يعني شبه مكتمل. والطريق الذي تم افتتاحه الآن هو طريق قصل حلف قصل، وهذا الطريق يمثل نقلة وتحول كبير جدا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان، لأن حجم التبادل التجاري حتى الآن لا يتجاوز 850 مليون دولار، ولعل الميزان التجاري لصالح مصر بمزيد عن 600 مليون دولار. ولكن افتتاح هذا الطريق سيحمل الكثير، يعالج قضايا تبادل السلع بين السودان ومصر، ويحل مشكلة التكلفة الطرحية التي كانت ترحل عبر الطائرات بتكلفة مرتفعة جدا، الآن عبر الطرق البرية ستنخفض التكلفة بأكثر من 70%، مما يسهل حركة السلع والبضائع وكذلك تنقل الأفراد بين البلدين بتكلفة منخفضة جدا بدلا عن الطائرات التي أصبحت تكلفتها مرتفعة للغاية. كذلك السودان لديه 104 مليون رأس من الماشية، وهذه كمية مقدرة جدا تكفي لإمدار السوق المصري وكل احتياج السوق المصري، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري في خلال عام أو عامين إلى مزيد عن 1.5 إلى 2 مليار دولار، بالتأكيد بالسوق في مصلحة الاقتصاد السوداني والاقتصاد مصر في المرحلة القادمة. ليس ذلك فقط، ولكن كما ذكرت قبل قليل أن الطريق على طول الطريق من الخرطوم حتى القاهرة ستحدث نهضة كبيرة وسلاحظ حركة تجارية مكثفة في كل المنطقة التي يعبرها الطريق. طيب في النقطة دي يا دكتور محمد، يعني في النقطة دي راجل تحديد كان برضو دكتور هشام إبراهيم أستاذ للتمويل وكذلك دكتور مختار غباشي وهو متخصص في الشأن السياسي، كان الجميع اتفقوا أن لابد من إنشاء يعني خط سكني وخط سكني على طول هذا الشريط ما بين مصر والسودان حتى تحدث نهضة عمرانية ونهضة في كل المجالات، هل تتفق معهم في الرأي أيضا؟ أتفق معهم تماما أن وجود خط سكني على طول الطريق في السودان وفي مصر هو يعني يحدث نقلة اجتماعية كبيرة ويحدث حراك اقتصادي كبير وأنشطة اقتصادية ما كانت موجودة في السابق، وبالتالي بيصب في مصلحة البلدين. كذلك نتمنى التطور في المستقبل أن يكون هناك رباط عبر السكك الحديدية بين السودان ومصر، وهذا من شأنه أيضا أن يرفع حجم نقل السلع والخدمات بوسيلة قد تكون أقل تكلفة من النقل البري في المرحلة القادمة. كذلك سيكون هذا الطريق معبر لمصر على القارة الأفريقية بأكملها، لأن السودان لديه دول جوار وتربط به طرق مسفلتة. كثير جدا من الطرق التي تربط السودان بإثيوبيا وكذلك بدول الجوار إريتريا وإفريقيا الوسطى من خلال طريق الغاز الغربي وجنوب السودان، وكل هذه الدول ستكون فائدة للسوق المصري أو للمصدرين المصريين أن يعبر عبر السودان كل هذه الدول. كذلك السودان سيستفيد أيضا من دول الجوار المصري التي يصلها طرق مسفلتة مثل ليبيا وغيرها من دول الجوار الآخر، ممكن أن يتم الصادرات لمصر ومن بعد مصر لدول الجوار. طيب دكتور محمد، اخيرا بالنسبه لجانب اللحوم، نحن نعرف مصر لها جانب استيرادي كبير جدا من اللحوم من السودان، هل بانشاء هذا الميناء على وجه التحديد هل ممكن ان نقلل التكلفه كثيرا بسبب النقل البري، النقل الجوي المجمد او النقل الجوي المبرد، فبالتالي هناك ارتفاع للتكلفه لاسعار اللحوم السودانيه حتى تصل الى القاهره، هل بمثل هذا الميناء هل نستطيع اقامه مجازر في الجانب المصري حتى يتم نقل الماشية وذبحها ونقلها بريا إلى داخل المحافظات المصرية؟ وجهة نظرك أن هل ذلك سينعكس مباشرة على أسعار اللحوم وبالتالي تقليل التكلفة؟ من المؤكد افتتاح هذا الميناء سيخفض تكلفة اللحوم السودانية التي تذهب إلى مصر بنسبة كبيرة، لأنها كانت تستهلك طرحا عبر الطيران
ولكن عبر النقل البري المبرد يمكن أن تصل في زمن قياسي من الممكن حسب الاتفاقيات أن تتم يعني تقام المجازر أو المسالخ سواء كانت في الحدود السودانية أو الحدود المصرية حسب ما يتم الاتفاق عليه. إذا كانت الصادرات حية إلى مصر بيتم المجازر في الحدود المصرية، وإذا كانت الصادرات لحوم حتى يكتسب السودان القيمة المضافة ستكون المجازر في الحدود السودانية، ولكن بالتأكيد سيستمتع المستهلك المصري بتكلفة لحوم منخفضة ونفس الوقت بجودة عالية، لأن اللحوم السودانية تقريبا هي الأجود على مستوى العالم، ولا جدال في ذلك ولا غش ذلك. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد النير خبير ومحلل اقتصادي من السودان. إذا مشاهدينا الكرام استمعنا إلى مجموعة من الآراء الأولى حتى نرى ما الجديد لدينا في هذا الشأن. إذا دكتور مختار ودكتور هشام ودكتور محمد اتفقوا جميعا أن لابد جزء من التنمية في كافة المجالات، وكذلك التنمية السكنية والتنمية ما بين كل الأفكار حتى نصل إلى أسعار مخفضة وانعكاس مباشر على اللحوم، فهذا بالطبع له اقتصاد كبير أو منعكاس اقتصاد كبير جدا على الجانب المصري. إذا تحول مباشرة نرى باقة وعينة أخرى ولكن من المجتمع المصري عبر هذا التقرير وماذا قالوا من الشارع المصري. بالنسبه لمصر والسودان اساسا كانت دوله واحده، وده بيوسع لنا ان احنا في اقتصاد بيتحسن، في مجالات بتتفتح لنا كشغل بالنسبه لمصر والسودان، وبالنسبه لافريقيا عامه مش لمصر بس، ده كل ده بيرجع لمصر ان هي الاقتصاد بيتحسن، النمو بيتحسن، العماله بتشتغل. وبالنسبه للمشروعات اللي بتتفتح في افريقيا اذا كانت مصر ولا السودان ولا اي دوله افريقيه، فكل ده بيحسن من المستوى في مصر عامه. هو معبر ضروري والمفروض يتكرر كتير عشان روابط الصلة بين وادي النيل الشمال والجنوب. طول عمرنا كنا دولة واحدة، والمعابر ديت مهمة وضرورية لربط الاقتصاد المصري بالسودان، ومفيش تنمية من غير المعابر دي. أعتقد دي خطوة قد تكون بداية للوحدة بين مصر والسودان كما كنا، وخطوة موفقة إن شاء الله. هو خط التوصيل كويسة، احنا شايفين حركة كويسة بالنسبة للدولة، وهتفتح ممرات كتير ما بين مصر وبين السودان، وهتفتح العلاقات الدولية ما بينهم الاثنين، وحركة التواصل ما بينهم من ناحية نقل البضائع او نقل مثلا لو هنجيب حاجة من دولة السودان بدل بتوفر علينا مثلا الجمارك والكلام ده كله، تبقى حركة نقطة تواصل كويسة. احنا كنا نتمنى ان موضوع فتح المعبر ده يتم من زمان، في يعني احنا عارفين ان السودان عندها منتجات كتير، واحنا عندنا يعني عايزين القوه بيننا وبين بعض، نفتح مثلا ان احنا نصدرهم حاجات، هم يدونا حاجات، يبقى احنا نتمنى حقيقه انه يبقى يا ريت يبقى في تعاون حقيقي بيننا وبين السودان. إذا مشاهدينا الكرام استمعنا لهذه الباقة من المجتمع المصري ماذا قالوا. طبعا شق تعاوني كبير جدا ما بين مصر والسودان على مدار كل العصور، وكانت طبعا مصر والسودان بلد واحدة ودولة واحدة، لكن هذا التفرق إن شاء الله ستعود من جديد إلى سابق عهدها. إذا نتحول من جديد إلى زميلتي بسمة الشاعر لنا الجديد لديها عبر موقع التواصل الإلكتروني عبر فيسبوك وتويتر. مساء الخير بسمة من جديد، تفضلي. شكرا لك عمرو، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بالفعل وردت إلينا المزيد من التعليقات، ونحن ننتظر أيضا المزيد من التعليقات على فيسبوك وتويتر، ونكمل مع محمد العرايشي صديق البرنامج الذي يقول: هي خطوة جريئة من رئيس الدولة ستنعش الاقتصاد المصري بالتبادل التجاري بين البلدين، وبالذات استيراد اللحوم من السودان، ولكن أرجو من الأمن المصري الانتباه من تهريب السلاح والمتسللين وغيرها، وعموما أتمنى الخير للبلدين. شكرا لك محمد. أيضا عبد المعز أحمد يقول: الميناء سيساهم في إحداث نقلة كبرى في دفع حركة التبادل التجاري بين شعبي وادي النيل، بجانب تحقيق إضافة لأسواق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات للبضائع والثروة الحيوانية، علاوة على زيادة حركة المسافرين بين مصر والسودان. أيضا إبراهيم يقول: هذا الميناء يساهم في إحداث نقلة كبيرة ويدعم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى إنشاء أسواق حرة جديدة تعمل على تنمية حركة الصادرات والواردات للثروة الحيوانية،
وكذلك تبادل المصنوعات والمنتجات الزراعية ويسهل حركة المسافرين بين مصر والسودان. أيضا جمال أبو جانب يقول هذه فكرة ممتازة لكلا البلدين، واقترح أن يكون في المستقبل عمل جهد من وزارة النقل بإنشاء خطط سكة حديدية يوصل بين البلدين. عويدة عويدة صديق البرنامج يقول ميناء قسطو الهام جدا وسيساعد كثيرا جدا على تبادل التجارة الخارجية بين الدول الإفريقية، وهو يعتبر البوابة الرئيسية لتجارة مصر مع الدول الأفريقية، وله دور كبير في زيادة النمو الاقتصادي والمالي، وأخيرا حمى الله مصر والوطن. أيضا ناصر حجازي يقول ميناء قسطل هو بوابة مصر على أفريقيا ويعيدها لدورها الاقتصادي الريادي، وسوف يحدث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار مع السودان ودول القارة. مشاهدينا، نرى من التعليقات أن جميع التعليقات التي وردت إلينا هي ترى أن ميناء قسطل وفتحه من جديد هي فكرة جيدة جدا لنمو الاقتصاد المصري بطريقة جيدة بين الدول الأفريقية. شكرا لكم مشاهدينا، والآن عودة مرة أخرى لعمر. الكرام، الجميع ربما هناك دائما نقاط اختلاف في كل الموضوعات، لكن هذه بالطبع نقطة اتفاق كثيرا ما تحدثنا عنها أو قلما نحن نحدث نقاط اتفاق في موضوعنا الموضوعات. إذا مشاهدينا الكرام، نتواصل من جديد مع باقة من الاتصالات. دكتور إبراهيم المصري، عميد كلية العلوم الإدارية الأسبق، اللواء حمدي بحيت، خبير عسكري واستراتيجي، وأخيرا دكتور يسر العزباوي، خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. أرحب أولا بدكتور إبراهيم المصري، عميد كلية العلوم الإدارية الأسبق. مساء الخير دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، الانعكاس الاقتصادي مباشرة على الاقتصاد القومي المصري بافتتاح هذا الميناء الهام نوعيا، وخاصة أنه يحدث انفراجة نسبية في أسعار اللحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الميناء في حد ذاته كمعبر بري يمثل أحد مظاهر التنمية أو مؤشرات التنمية، سواء على مستوى مصر أو على مستوى السودان، لأن وجود معبر بري يعني أن هناك خدمات بنية تحتية سوف تتوفر في هذه المنطقة، ومن ثم نمو أو تنمية لمنطقة كلها غاية وإبدي لغاية المعبر. كذلك الحال بالنسبة للحدود في الطرف الثاني في السودان، هيحصل تنمية لوجود هذا المعبر، ده من ناحية التنمية الإقليمية سواء لمصر أو للسودان. إذا أضيف لهم بقى الطرق المعابر الأخرى سواء الساحلي أو الثالث قرب من البحيرة، ده معناه أن خطوط شبكة كاملة موصلة سريان، ده معناه أنه بنية تحتية مهمة جدا يمكن أن تحدث استثمارات كبيرة جدا سواء لأسوان أو لجنوب الصعيد، وكذلك الحالة على الطرف الثاني بالنسبة للسودان. معنى كده أن هناك سوف تتم عملية تجارة خارجية وزيادة الحجم التجارة الخارجية سواء لمصر أو السودان، يعني حجم التجارة الخارجية يعني زيادة صادراتنا وارداتنا للسودان، وكذلك حجم التجارة الخارجية للسودان سواء صادراتها وارداتها تبدأ بيجي، ومن أن إحنا بحاجة لكثير من الصادرات السودانية، وبخاصة زي ما قلت كثيرا وأثرت كثيرا اللحوم بأشكال مختلفة سواء ضأن أو ماعز أو خراف وما شابه ذلك أو جمال، ودي معناها رغم إنه تكلفة النقل البري بتكون أعلى من السكة الحديدية، ثم فكرة وجود سكة حديدة مطلوبة، لكن لأن إحنا عندنا فرصة كل البلاد العربية بالاستثناء سواء إحنا أو السودان أو غيرنا عندنا فرصة في النقل البحري، ثم النقل البري يعتبر منفذ كويس جدا لتنشيط حجم التجارة الخارجية المصرية والسودانية. وضيفا كده ان مصر اصلا والسودان اعضاء في مجموعه الكوميسا، مجموعه الكوميسا النهارده اكثر من 25 دوله او 30 دوله كمان، ومن ثم فهتكون معبر للكوميسا، ومصر اصلا بتصدر للكوميسا على حسب بيانات من حوالي 2012 حوالي اكثر من 10 مليار دولار صادراتنا للكوميسا، ومن ثم فاحنا محتاجين ان احنا نزود هذه الصادرات، فالمعمل ده هيزود حركه الصادرات بتاعتنا لدول الكوميسا بما فيهم السودان. ومن ثم كذلك حجم الصادرات بتاعتنا للكوميسا، السودان اصلا بتستورد بكثير من السلع المصريه. فوجود المعبر هيساعد، يعني انت عندك السودان محتاجه للسلاح، محتاجه الحديد، محتاجه الاسلحه، محتاجه المبيدات، محتاجه
الأنابيب سجل الدراسة. كل دي سلع صناعية متوفرة وبس مستطيع لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين استغلال هذا المعبر. طيب طب دكتور ابراهيم يعني فكره انشاء منطقه صناعيه في المكان ده هل هي فكره ناجحه ولا فكره لن تؤتي ثمارها؟ يعني ده انشانا منطقه صناعيه في هذا الحزام ما بيننا وبين مصر والسودان لتنشيط حركه التجاره مش بس مع السودان، ممكن نتوسع فيها للدول الافريقيه، هتبقى مثمره يعني؟ انت محتاج اولا لمنطقه تجاره حره، يعني في المنطقه دي ممكن تعمل منطقه تجاره حره. طبعا هو في اتفاقية الكوميسا ومجموعة الكوميسا بينها بس كثيرة، فالعلاقة ما بين مصر والسودان والمجموعة كلها تتمتع بمزايا حرية الانتقال سواء للأفراد أو للسلع، ومن ثم فسواء أفراد أو سلع أو خدمات هينصت لك حجم ثمن السلاح في مصر. صحيح. لأن أنت بتحتاج السلاح كلها في مصر أغلبها في الغرب في الجنوب، ومن ثم فأنت حجم السلاح دي. لأن بقى النشاط الصناعي في عين سهل جدا انك تبقى زي مجمع الالومنيوم والمحطات الصناعيه الكبيره دي انها تفتح مواد كثيره جدا سواء في السودان بصفه خاصه او في دول الكوميسا كمجموعه. نعم اكثر من 30 دوله. نعم ارجو ان تبقى معي دكتور ابراهيم قليلا، نتحول الى دكتور حمد اللواء سياده اللواء دكتور حمد بخيت خبير العسكري واستراتيجي. مساء الخير يا سياده اللواء. سيادة اللواء. طيب أتحول إلى دكتور يسري العزباوي وثم أعود إلى اللواء حمدي بخيت. دكتور يسري أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور يسري كيف ترى يعني هذا الميناء من وجهة نظرك وأنت متخصص في الشق السياسي، الانعكاسات السياسية بشكل مباشر ما بين مصر والسودان في ظل هذا التقارب أو بهذا الميناء ربما تحدث يعني نقلة نوعية في علاقاتنا ما بيننا وبين القارة السمراء؟ نعم بالتأكيد العلاقات المصرية السودانية هي علاقات تاريخية ثقافية ممتدة عبر التاريخ، وهي في غاية الأهمية لأن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والاستثماري أيضا. فهناك خلال السنوات القليلة الماضية زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو 839 مليون دولار مقابل نحو يعني 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة قدرها 8.7%. الأمر الذي يمثل تطور إيجابي وملموس على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين. أيضا هناك مشروعات مصرية مستثمرة في السودان قدرت خلال فترة من 2000 ل 2013 نحو 239 مشروع برأس مال بلغ 10.8 مليار دولار في مجالات مختلفة صناعية وزراعية وخدمية. الأمر الآخر بالنسبة للجزء السياسي وهو في غاية الأهمية لأن العلاقات الممتدة بين البلدين يعني ليست فقط علاقات ثقافية وعلاقات قائمة على يعني الحكومات ولكنها علاقات شعبية. علاقات شعبية ما بيننا وما بين السودان شعبية. بالإضافة إن إحنا كمصر محتاجين الإخوة في السودان تجاه العديد من القضايا منها قضية المياه على وجه التحديد ولابد من تنسيق المواقف المشتركة في هذا الإطار. أيضا الحرب على الإرهاب خاصة وأن الحدود الممتدة بين مصر والسودان تزيد عن 1300 كيلو متر. صحيح. ودي يعني حدود كبيرة بشكل طيب. محدد. الأمر الآخر التقارب. نعم. طيب عند النقطة دي بس أقف عن نقطة الحدود دي عشان هنقلها لسيادة اللواء حمدي بخيت خبير عسكري واستراتيجي. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة اللواء. سيادة اللواء يعني نقطة الحدود كما كان يقول دكتور يوسف العزباوي منذ قليل 1300 كيلو بالتقريب ما بيننا وما بين السودان، هل هناك تخوفات من أن هذا الميناء ربما كما هو له جانب مضيء وجانب مشرق بزيادة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، هناك بعض التخوفات الأمنية من هذا الميناء ومن الحدود مع السودان نظرا لتهريب بعض الأسلحة وبعض المعدات الثقيلة من هناك، كيف ترى سيادة اللواء هذا الموضوع؟ النظر إلى الحدود الجنوبية في خط 22 نظرة يعني يجب أن نسترجع معها خلفية ما حدث
في الثلاثين سنة الأخيرة. نعم. أول 25 سنة الأخيرة تحديدا حين برزت قضية شلاتين وحلايب وقضية أشكيت وأرقين حول نهر النيل. نعم. القضيتين قلنا أكثر من مرة، وأنا كواحد بيشتغل في مجال إدارة الأزمات يعني القضيتين لهم حل واحد، وهو تحويلهم إلى مناطق تنمية، وهذا الميناء قسطل يؤكد هذه الحقيقة وهذا الحل، أن تحويل هذه المنطقة إلى منطقة تنمية يحل مشاكل كثيرة أهمها الآتي: أولا التبادل التجاري اللي ممكن يكون على مسافات مش مكلفة، نمرة اثنين وجود بدائل للنقل زي النقل النهري، وده أرخص أنواع النقل بالإضافة إلى النقل البحري اللي من طريق البحر الأحمر والنقل الموجودة والتي يمكن أن تمد أن تقام. نعم. نمرة ثلاثة إن هذا الحجم من التنمية في هذه المنطقة بيزود كثير من الإخفاقات وكثير من حالة الشد الحدودية التي يبتدعها الأنظمة من وقت لآخر، ولكن أصلا الدولتين يمكن أن يعودوا إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية اللي كانت وصلت لدرجة التزاوج والتقارب وبناء العائلات. الحاجة الأهم بقى في هذا الميناء الخطير جدا إن هو ممكن يحيي دور مصر في مجموعة دول الكوميسا عن طريق بدائل النقل، ومنها النقل النهري الذي ممكن أن يصل إلى أقصى أقاصي أفريقيا، ممكن يصل حتى جنوب أفريقيا بوصلات معينة عن طريق شبكة الأنهار وبالتبادل مع شبكة الطرق. إذن الموضوع يحتاج مننا رؤية استراتيجية لتنمية هذه المنطقة خاصة وأن لها ظهير يستطيع أن يستوعب كثير من التجارة التي يمكن أن تتم بين البلدين ومن خلال البلدين إلى عمق القارة الإفريقية لدول كثيرة تحتاج هذه التنمية. طب سيادة اللواء، يعني في نقطة التأمين على وجه التحديد، التأمين الحدودي، نحن يعني يرتبنا قلق قليلا من هذه الحدود، يعني دايما بنشعر أن هناك تخوفات. بوجهة نظرك ما هي الضمانات التي نحتاجها أمنيا حتى نكون يعني نستطيع إحكام السيطرة على جميع الحدود؟ والله عمر الحدود مع السودان ما كانت مصدر قلق لسببين: اولا لطبيعه العلاقه بين الدولتين، نمره اثنين لان قوات الحرس الحدود المصريه احكمت هذه الاتجاهات وسيطرت عليها سيطره كامله، الا من المنطقه شمال غرب السودان والتي تمركز فيها اخيرا عدد من العناصر الارهابيه، ويوجد فيها وجدي غنيم الذي يدير هذه التجمعات في هذه المنطقه ارتباطا بتجمعات اخرى موجوده في ليبيا في جنوب شرق ليبيا. اذا خريطة التوزيع لعناصر الإرهاب الموجودة في المنطقة بتؤكد أن هذه المنطقة تحتاج إلى عناية خاصة، وأنا أعتقد أن هذا المثلث بيحظى باهتمام كبير من القوات المسلحة المصرية لتأمين كل الخطوط الحدودية سواء في الجنوب أو في الغرب. نعم. ابن سيادة اللواء، يعني هناك جدوى مثمرة لهذا الميناء حتى التخوف، حتى التخوفات الأمنية حضرتك تمنى فيها تماما ان مفيش اي خوفات أمنية ما بيننا وبين اي حدود خالص. نعم خالص. ان احنا بهذه الاوضاع وبهذه الاجراءات اللي بتتم على مستوى تشجيع التنمية وتحويل مناطق الصراع او مناطق الازمات الى مناطق مصلحة متبادلة كلا الطرفين يستطيع ان يفوز منها بمكاسب، كل ده بيجعل هناك اريحيه كبيره ومناخ شعبي. صحيح. وده الاهم، داعم لقرارات الحكومات للتوجه الى الافضل نحو بعضها. نعم، شكرا جزيلا سياده اللواء حمدي بخيت خبير عسكري واستراتيجي، وكذلك شكر موصول الى دكتور ابراهيم المصري عميد كليه العلوم والاداره الاسبق، ودكتور يسر العزباوي خبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه. اذا مشاهدينا الكرام، كان هذا موضوع هذه الحلقه، وتحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع وانه موضوع مهم للغايه، وربما يستطيع ان ينقل مصر والسودان الى نقله افضل مما هم عليه الان، وبالتالي كذلك نقله نوعيه في اسعار اللحوم المصريه عن طريق الذبح والنقل البري ما بين مصر والسودان، وبالتالي هناك أقلية في الأسعار. وهذا الميناء يقام على نحو 60,000 متر مكعب ما بين مصر والسودان. إذا مشاهدينا الكرام، هذه نقطة التقاء قلما نجدها في هذا البرنامج، وطبعا الجميع متفق على الجدوى الاقتصادية من هذا الميناء البري الذي يربط بين مصر والسودان. نشكر لكم حسن المتابعة، وتفضلوا بقبول جميع تحيات فريق العمل.
غدا بإذن الله فريق عمل جديد، نلقاكم بإذن الله في الموعد اللاحق. السلام عليكم. We'll be right back.